السلام عليكم. يدعي الملحد أن الدين سبب الشرور، هذه الدعوة انتشرت بشدة ويتبناها الملاحدة العرب في سبيل التبشير والتكريز بكهنوتهم الإلحادي. في واقع الأمر عاشت البشرية آلاف السنين مع الديانات، وأسست الديانات لحضارات عظيمة قدمت الغطاء الفكري والأخلاقي والقيمي للإنسان، وعاش داخلها الإنسان في تؤدة ورحمة وتراحم بينه وبين الآخرين وبينه وبين نفسه. وداخل النموذج الإلحادي لم يظهر الشر بصورته الفجة إلا في هذا الإطار، فالإلحاد وفر الأساس الذي قلب ميزان الأخلاق رأسا على عقب وجعل إهلاك البشرية فضيلة مشكورة. فالحروب العالمية الأولى والحروب العالمية الثانية كانت حروب علمانية علمانية، ولم تكن للأديان فيها أي دور. الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، كل الأيديولوجيات التي نشأت في القرن العشرين في أوروبا مثل الفاشية في إيطاليا والنازية في ألمانيا والستالينية في الاتحاد السوفيتي والموية في الصين، كل هذه أيديولوجيات نشأت في إطار علماني بمبرر علماني. كل قتلى هذه الحروب كانوا في إطار تنظير إلحادي مادي، فكانت النازية تنظر إلى الجنس الأرقى وتنقية الأجناس والتصفية العرقية، وكان ستالين يبحث عن التبشير بالإلحاد الشيوعي. بول بوت في كمبوديا قتل 22% من سكان كمبوديا بحجة الإلحاد. أيضا ماو تسي تونغ رئيس الصين الملحد قتل 50 مليون نسمة من أبناء شعبه أيضا تأسيسا على الإلحاد المادي. فمصدر الشرور في التاريخ، وإذا قرأت بالذات في القرن العشرين تجد أن مصدر كل الشرور هو الإلحاد، وهو الرؤية المادية، وهو التفسير المادي للوجود. لكن الدين وفر غطاء أخلاقي وقيمي ومعرفي هائل استمد منه الإنسان معناه وغايته وفكره، وأسس من خلاله لتماسكه الأسري وقيمه وترفعه عن الزلات والخطايا. فالدين لا علاقة له بالشرور إلا ما كان منه مخالفا لديانة أصلية وما كان منه أقرب للوثنية. لكن أصل الشرور هو الإلحاد، وأصل الآثام والبلايا التي فتكت بالإنسان في الأرض هو الإلحاد. ولم يدخل الإنسان حديقة حيوان البشر التي تحدثنا عنها من قبل إلا على يد الإلحاد. فالإلحاد أدخل الأجناس البشرية الأدنى حدائق الحيوان، وكما ذكرنا من قبل حديقة حيوان كولومبيا استضافت مجموعة من المصريين داخل أقفاصها بحجة أنهم أجناس أدنى. تخيل أيها الملحد المصري أن أجدادك بسبب الإلحاد دخلوا أقفاص الحيوانات. أيضا حديقة الحيوان العالمية في باريس سنة 1889 أيضا هذه الحديقة استضافت آلاف السكان الأصليين بحجة أنهم حلقات مفقودة. فداخل الإلحاد دخل الإنسان قفص الحيوان، داخل الإلحاد فقد الإنسان إنسانيته. والسلام عليكم.